بص بقى كريم، لان احنا لسه بنقول الخبر ده مش حصري، هو لسه حاصل فهو طبيعي هيبقى حصري معانا طبعا. يعني لسه حالا احنا بنتكلم ان الاستاذ وسياده الوزير يعني اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه راح وزار المقر بتاع بعثه المنتخب حاليا زي ما حضراتكم شايفين. دي لسه يعني من دقائق بسيطه جدا قبل الهوا، قبل فتره الهوا، وكان في استقباله طبعا الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره. طب حد ممكن يجي يسال يا جماعه الزياره دي اهميتها ايه؟ قول اللي انت عايزه، بس اكيد اكيد الصوره بتتكلم عن نفسها، هي لتحفيز اكيد اللعيبه قبل السفر النهارده. بالمناسبه هيسافروا تحديدا الساعه 3 العصر لكوت ديفوار باذن الله موفقين لخوض منافسات بطوله كاس الامم الافريقيه، بنتكلم 2023 ان شاء الله اللي هتنطلق يوم 13 يناير الجاري. طيب الزيارات اللي من هذا النوع والدعم المعنوي من هذا النوع اعتقد بيكون امر مهم جدا، لان انت في الاول وفي الاخر عايز تحس ان بلدك بتدعمك، بلدك دي بما فيها بقى من مسؤولين، من جماهير، من اعلام، من كل الجهات المختلفة. أعتقد المنتخب يا كريم مسافر دلوقتي هو حاصل على جميع أو كل الدعم اللي ممكن يكون بيتمناه أو يكون محتاجه، الباقي بقى عليه هو فنيا. أنت اللي دورك دلوقتي تسعد ملايين الجماهير اللي بتدعمك واللي في ظهرك واللي مقدمة لك كل شيء ممكن، يعني في مستطاع زي ما تقال في إيديها تقدر أن هي تقدمه. فبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب، لكن برضو زيارة مهمة جدا. تواجد سيادة الوزير طبعا هو كان موجود مع سيادة الرئيس في الزيارة اللي كانت من قبل أيام قليلة، لكن برضو وجوده قبل سفر البعثة أعتقد أمر مهم جدا برضو. بالتوفيق ليهم ويا رب يفرحونا، هي دي النقطة كلها. هنتكلم في كل التفاصيل طبعا على مدار أكيد الحلقة النهاردة. بالنسبة للدعم هو في أكثر من أن السيد رئيس الجمهورية شخصيا والسيد وزير الشباب والرياضة، طبعا ده إلى جانب أن هم يعني هيسافروا إن شاء الله وهم مصحوبين بدعوات ملايين المصريين المتشوقين والمتعطشين للحصول على لقب هذه البطولة. زي ما بنقول دايما منتخب مصر منتخب مش قليل بأي حال من الأحوال، تاريخه ممكن نتكلم عنه حدث ولا حرج، لكن طبعا في فترة طويلة، ودي النقطة اللي كنا امبارح أنا ونهواند واقفين عندها كتير، إن في فترة زمنية مش قصيرة بأي حال من الأحوال كانت الدنيا محجرة جامد مع المنتخب المصري على كل الأصعدة الحقيقة، فبالتالي كانت النتيجة الطبيعية أن يغيب عننا لقب هذه البطولة سنين طويلة، وده الأمر اللي نتمنى إن شاء الله أنه ينتهي مع مشاركتنا في النسخة دي بإذن الله. بإذن الله كريم، يعني إحنا كل اللي بنأمله في الأول وفي الآخر أن المنتخب يعمل اللي عليه، يعني عارف أنت لما تحس أن الفريق بتاعك المنتخب بتاعك مأدي اللي يقدر عليه للنهاية فأعتقد محدش بيبقى زعلان، بس إحنا بنأمل عودة مرة تانية يعني الروح الموجودة والمكانة الموجودة لمصر في هذه البطولة إفريقيا. أنت بتتكلم برضو أنت منتخب مصر، ما أنتش منتخب طبعا. يعني مع احترامي لكل المنتخبات المنافسة، لكن أنت برضو يعني تاريخ آخر تماما، أنت أرقام تانية خالص. فنتمنى إن شاء الله نحن نحافظ أو نستعيد الأول وبعد كده نحافظ على هذه المكانة طبعا. دي نقطة مهمة جدا.